لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وواقع معركة أين الله الجزء 58، وعنوان حلقتنا النهاردة صفات الله بين التشبيه والتنزيه. وفي حلقة النهاردة هنشوف عقيدة التنزيه عند الأشاعرة، وأنا مستغربة جابوا من فين اسم عقيدتهم دي، لكن نتابع ونشوف مع بعض أول فيديو للشيخ جيل صادق وهو بيشرح معنى التنزيه. وطبعا التنزيه اللي هيشرحه الشيخ جيل صادق هو نفي حقيقة صفات الله، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فربنا سبحانه وتعالى لا طول له ولا عرض ولا سمك ولا تركيب له، ليس جسما قصيرا ولا طويلا ولا سمينا ولا نحيلا، ولا يجلس على العرش ولا يقوم ولا يقعد ولا يسكن في السماء ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام، فهو موجود بلا مكان لا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيئا، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. عقيدتنا هذه يا أحبابنا تسمى عقيدة التنزيه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيه الله معناه نفي النقص عن الله، هذا معنى تنزيه الله. احفظوا هذا المعنى، علموا هذا المعنى للناس وحفظوه للناس وانشروه بينهم. تنزيه الله معناه نفي النقص عن الله، ودي هي عقيدة التنزيه زي ما قالها الشيخ جيل صادق. الشيخ جيل صادق بيقول عقيدة التنزيه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيه الله معناه نفي النقص عن الله، هذا معنى تنزيه الله. التنزيه نفي النقص عن الله، فالله لا يجلس على العرش ولا يقوم ولا يقعد ولا يسكن في السماء ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام، فهو هو موجود بلا مكان لا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيء. إثبات حقيقة الصفات تجسيم لله، وتنزيه الله هو نفي حقيقة الصفة عن الله، ودي هي عقيدة التنزيه زي ما قالها الشيخ جيل صادق. يعني الأشاعرة كلهم أجمعوا أن رسول الإسلام أثبت إيه؟ أثبت النقص لله. لما سأل الجارية أين الله، مجرد أن الرسول سأل الجارية أين الله يعني معناه أن رسول الإسلام أثبت صفة النقص لله. والأكثر من كده أن الجارية لما جاوبت رسول الإسلام وقالت أن الله في السماء ورسول الإسلام قبل جوابها اللي أصلاً هو إثبات النقص لله، يعني رسول الإسلام سأل سؤال هو في الحقيقة إثبات النقص لله وقبل جواب الجارية اللي هو برضو إثبات النقص لله. والمصيبة إن رسول الإسلام اعتبر جواب الجارية دليل على إنها مؤمنة. يعني يا أشاعرة منين جبتوا عقيدة التنزيه دي؟ ده إحنا لو طبقنا كلامكم على رسول الإسلام هيبقى معناه إن العقيدة الإسلامية عقيدة إثبات النقص لله، ملهاش علاقة بعقيدة التنزيه اللي بتقولوها. ونشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيأكد لنا الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي جاي. وأما السنة فقد دلت في جميع أنواعها على علو الله، دلت بالقول والفعل والإقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي العالى، وخطب الناس في يوم عرفة وقال هل بلغت؟ قالوا نعم، فأشار إلى السماء يقول اللهم اشهد. وسأل جارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فاجتمع من السنة القول والفعل والإقرار على علو الله عز وجل وأنه فوق كل شيء. الشيخ ابن عثيمين بيقول إن السنة دلت بجميع أنواعها على علو الله، دلت بالقول والفعل والإقرار، وإن رسول الإسلام بيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وطبعا الرسول مش بيقصد علو الله معنوي، لأ، ده الرسول بيقصد علو الله حقيقي. عشان كده رسول الإسلام نفسه خطب الناس في يوم عرفة وقال هل بلغت؟ قالوا نعم، فأشار إلى السماء يقول اللهم اشهد. يعني رسول الإسلام كان بيسأل الناس هل بلغت والناس تقول نعم، فرسول الإسلام كان بيشاور للسماء. يعني الرسول كانت عقيدة التنزيه عنده إن الله في السماء حقيقة، والعقيدة دي عند الأشاعرة عقيدة إثبات النقص لله.
رسول الإسلام كان بيقول إن الله ناقص، ده معنى عقيدة التنزيه عندكم يا أشاعرة. رسول الإسلام أثبت النقص لله بالنسبة ليكم. ونشوف الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي وهو بيتكلم عن التنزيه عند علماء الكلام اللي هم طبعا الأشاعرة والمعتزلة، إنهم فهموا التنزيه على إنه نفي الصفات. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات. وزي ما شفنا الشيخ الجامي هو بيقول إن علماء الكلام اللي هم الأشاعرة والمعتزلة وقعوا في خطأ كبير جدا، لأنهم بيقولوا إن تنزيه الله عن النقص إننا ننفي جميع الصفات عن الله. خلينا ناخد مرجع بيتكلم عن التنزيه، وإحنا طبعا عملنا حلقات كتير عن ابن حجر العسقلاني وإزاي هو أشعار العقيدة. ونشوف ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول لنا إيه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول كده: وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث. وكلام ابن حجر هو كلام كل الأشاعرة اللي بيقولوا إننا لازم ننزه الله عن صفات الحدوث. صفات الحدوث يعني صفات الخبرية أو الفعلية. ونشوف الشيخ البراق يشرح لنا كلام ابن حجر ويقول إيه. نشوف مع بعض. الشيخ البراق بيقول: ثانيا، أن لفظ تنزيه الله عن صفات الحدوث يريد بها المعطلة ومن وافقهم نفي الصفات عن الله، لأن الصفات عندهم تستلزم الحدوث. في كلمة الأول عايزين نفهم من هما المعطلة. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي للشيخ الدكتور محمد بن هدي. والمعطلة تجمع أصنافا، يدخل فيها الجهمية، ويدخل فيها المعتزلة، ويدخل فيها الأشاعرة، ويدخل فيها الكلابية، ويدخل فيها الماتريدية. كل هؤلاء معطلة، كل هؤلاء معطلة، ينطبق عليهم هذا الاسم الجامع. فهذه من الكلمات العامة التي يندرج تحتها. وهكذا أيضا لفظ الجهمية أطلقوه على كل من نفى الصفات أو بعضها عن الله تبارك وتعالى، يسمونه جهمي، فيطلق على المعتزلة جهمية، ويطلق على الأشاعرة جهمية، وهكذا، لأن هذه البدعة أول ما بدأت على أيدي هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فانتشرت. فقوله خلافا للمعطلة عام، يشمل كل من نفى الصفات أو بعضها عن الله تبارك وتعالى، فإنه يطلق عليه لفظ التعطيل. فالتعطيل هو التخلية، أصله التخلية، تخلية الشيء مما وصف به، مما وصف به. فهنا عطلوا الله من صفة الكلام، فهم معطلة. وزي ما شفنا الشيخ دكتور محمد بن هادي بيقول إن المعطلة بتجمع أصناف، يدخل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كل دول من المعطلة. وكمان لفظ الجهمية بيطلق على كل من نفى الصفات أو بعضها عن الله، فالمعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية، لأن البدعة دي بدأت على إيد هؤلاء وانتشرت. والتعطيل معناه التخلية، تخلية الشيء مما وصف به. وعطانا مثل إنهم عطلوا الله عن صفة الكلام. ونرجع لكلام الشيخ البراق ونشوف تاني مع بعض بعد ما فهمنا يعني إيه معطلة. الشيخ البراق بيقول: ثانيا، إن لفظ تنزيه الله عن صفات الحدوث يريد به المعطلة ومن وافقهم نفي الصفات عن الله، لأن الصفات عندهم تستلزم الحدوث. الشيخ البراق بيقول إن المعطلة واللي وافقهم هم بينفوا عن الله الصفات، لأن الصفات عندهم تستلزم الحدوث، فبيقولوا إحنا بننزه الله. وأديكم مثل، الله مثلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، علشان ينفوا صفة النزول يقولوا لأ، الله منزه عن النزول. يعني كلمة التنزيه معناها نفي الصفات عن الله. الشيخ البراق هيشرح النقطة دي أكتر ويقول نشوف مع بعض الشيخ البراق: أما الذين دخل عليهم مذهب التعطيل فإنهم يقفون من تلك النصوص موقف الرد إن أمكنهم. يعني قسم من اللي قالوا إحنا مذهبنا من الصفات هو من مذهب التنزيه عطلوا الصفات بالكامل، يعني نفوا صفات الله بالكامل. زي مين؟ زي المعتزلة. يعني المعتزلة فيش حاجة أصلا عندهم اسمها صفات. وقسم تاني زي الأشاعرة ليهم موقف يقول البراق عنه، خلينا نشوف مع بعض بيقول إيه. أما موقف التأويل أو التفويض فهم لا يؤمنون بحقائقها، بل يرون إنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها، وإن ظاهرها عندهم هو التشبيه ومنعوفي فليحمد الله. يعني إيه؟ يعني الأشاعرة إما إنهم بيأولوا أو يفوضوا. والتأويل والتفويض معناهم واحد، هو عدم الإيمان بحقيقة الصفة.
يعني علو الله في عقيدة التنزيه اللي هي عقيدة الأشاعرة لازم يكون علو معنوي مجازي، ولا يجوز إنهم يؤمنوا بعلو الله على ظاهرهم أو إن علو الله حقيقي، لأن ده تشبيه والتشبيه ضد عقيدة التنزيه. دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. إحنا شفنا في حلقة النهاردة الشيخ جيل صادق بيقول عقيدة التنزيه هي عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة. تنزيه الله معناه نفي الصفة أو نفي النقص عن الله، هذا معنى تنزيه الله. التنزيه نفي النقص عن الله، فالله لا يجلس على العرش ولا يقوم ولا يقعد ولا يسكن في السماء ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام، فهو موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيء. إثبات حقيقة الصفات تجسيم لله، وتنزيه الله هو نفي حقيقة الصفة عن الله. وكان سؤالنا للأشاعرة، هل كده رسول الإسلام أثبت النقص لله لما سأل الجاري أين الله؟ وده السؤال اللي هسيبه معاكم في نهاية الحلقة. رسول الإسلام أقر الجاري على جوابها إن الله في السماء. هل رسول الإسلام أثبت النقص لله؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.